هلا والله. سكوير إنكس وجهتنا دعوة أن نروح نحضر حدث خاص بلعبة شادو أوف ذا توم رايدر، وجربنا اللعبة هناك. وبس قلت بدأ ما نعطيكم انطباعنا نوريكم أسلوب لعب وزي كذا، قلت ليش ما أسوي لكم فيديو أتكلم فيه عن كل شيء نعرفه عن لعبة شادو أوف ذا توم رايدر وتستفيدوا منه أنتم، وأيضا نوريكم مقاطع من اللعب الجديد اللي لعبناه والإضافات الجديدة اللي حصلنا عليها. القصة بالأمانة القصة ما تكلمونا عنها كثير، لكن اللي نعرفه من القصة إن لارا تحاول تدمر فرقة الترينيتي اللي موجودة طبعا بالأجزاء القديمة وأيضا في الريميك الأجزاء الجديدة، وأيضا تحاول توقف كارثة طبيعية، هي مو طبيعية، كارثة ماين هي تسببت فيها. من خلال مقابلتي مع ممثلة الصوت نادين نجم أخذت معلومات بسيطة عن القصة، ما هي حرق لكنها بتحمسكم أكثر. القصة تقول إن راح يكون فيها توستات كثيرة، راح يكون فيها أشياء ما راح مو معتدين عليها بلعب توم برايدر، وأيضا القصة راح تكون فيها سوداوية بشكل كبير، يعني توقعوا أنكم تنصدمون كثير بهذه القصة. والمقابلة سويتها مع نادين نجيم موجودة أيضا على قناة ترو جيمينج، طبعا أسف موقع ترو جيمينج تقدرون تقرون هناك اللي حاب يقراها. في لعبة شادو أوف ذا توم برايدر لارا كروفت تغيرت تغير كلي وجذري، بحيث تحولت من الفريسة إلى الصيادة، كانت براي صارت هانترس، فصارت الحين تفكر كيف انها يعني تهجم على فرقة ترينيتي وتحاول تمنعهم. اول كانت ناس يساعدونها المدرب حقها وزي كذا، كان الحين الوضع تغير، لارا صارت تعتمد على نفسها وتغيرت شخصيتها تغير جذري، وهذا طبعا ادى الى ان لارا تتخذ قرارات جدا عصيبة. وايضا لارا تغيرت شخصيتها من ناحية انها صارت اكثر شراسة عن اول، هي كانت دائما طيبة وعلى نياتك، الحين لا صارت شرسة واحيانا تتخذ قرارات انت كلاعب تنصدم كيف اتخذتيها. اسلوب اللعب، اسلوب اللعب ما اختلف كثير عن الاجزاء اللي قبل، لكن اضافوا لي اشياء جديدة. طبعا هنا راح اتكلم عن اسلوب اللعب وبعدين اتكلمك عن الاضافات الجديدة اللي اضافوها للعبة. طبعا لارا تعتبر عالمة اثار، لكن الحين عالم علم الاثار راح يفيدك اكثر من قبل، بحيث انك لما تقرا عواميد فيها يكون كلام لغة ثانية، لارا راح تتطور وتلفل الكلام حقها نفس الاجزاء اللي قبل، لكن الفرق هنا ان هذا راح يفيدك انه يفتح لك تومز ويفتح لك سيكرت واسرار كثيرة في اللعبة، وتقدر تحدد مستوى الصعوبة الثلاث مستويات ايزي نورمال وهارد. ومو بس كذا، تقدر تحدد الأشياء اللي تبي تكون صعبة، تقدر تخلي القتال صعب وتخلي الألغاز سهلة وتخلي الاستكشاف مثلا أيضا سهل. الفكرة أن القتال طبعا القتال لارا يعني القتال حقها بيصير أقوى، أن الوحوش طاقتهم أقوى تكون الأشرار، ولارا طبعا بيكون صعب عليها تفوز عليهم، هذا بالقتال. الألغاز كيف تكون؟ يكون الوقت حق اللغز أقل إذا كان صعب طبعاً، ويكون أيضاً رياكشن أو خلينا نقول ردة فعل حقت اللغز نفسه، مثلاً تضغط زر يفتح لك باب لازم تروح بسرعة، أيضاً يكون أقل إذا كانت اللغز صعبة. لكن من ناحية الاستكشاف كل اللي سووا إنه إذا كان مرة صعب راح يشلون لك العلامات البيضة اللي تعلمك وين تروح، وصدقوني راح تضيعون كثير، العالم كبير جداً وأنا ضعت، جربت هارد في البداية وضعت وبعدين قلت خلاص أرجع النورمال على أساس إنه أقدر أكمل في اللعبة وأحكي لكم عنها. وايضا هالمره اسلوب اللعب بيركز كثير 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 على اسلوب التصيد، او خلينا نقول اسلوب السنيكينج، انك تتخبى وتذبح. لارا بتركز على هالشيء، وايضا بيجيك اضافات كثيره في اللعبه بتساعدك انك تقدر تقتل وتتفنن في قتل الاعداء من غير ما حد يحس فيك. فلارا تجي تهجم على مخيم تخلص كل فيه ولا حد درى عنه. العالم عالم توم رايدر كبير جدا، وهالمره صار اكبر بشكل ما تصورونه. بايتيتي تعتبر مدينة مفقودة في وسط الغابة، أو في مكان نائي، خلينا نقول مكان ما حد يعرف وينها. لارا بتكتشفها في وسط اللعبة، وهذه راح تكون منصتك حقت كل مهمات، بحيث أن بايتيتي راح يكون أكبر هب صار في سلسلة توم رايدر إلى يومك. وطبعا راح يكون في ثقافة وحضارة مختلفة ما لها دخل أبدا بالحضارة الخارجية ولا مسها أي شيء من الحضارة الخارجية، فبيكون هناك في سكان كلهم لهم لغتهم الخاصة، وأيضا لهم تقاليدهم لهم عاداتهم، وأيضا راح يكون في مناطق مختلفة في المدينة نفسها بيكون فيها توزيع، مثلا في منطقة حقت صيد سمك، منطقة حقت شوبينج إنك تروح تشتري أغراض وزي كذا، فيكون عالم حياة تمشي، وانت حتى لو انت واقف مثلا بالشخصية حقتك ما تسوي شيء، العالم لسه قاعد بيمشي، ناس بيروحون الشغل، ناس بيروحون يصطادون، ناس زي كذا، فبيعطيك جو جدا جميل في اللعبة. وارهب اضافة لاحظتها وعجبتني في اللعبة اللي هي اضافة الغابة. الغابة يا ناس ما تتصورون كيف انها جدا جدا حية. ايش اقصد بحية؟
حية معناته أنك لو وقفت كذا الحيوانات كلها بتمشي كأن يعني بتسوي أشياء طبيعية اللي تسويها بحياتها اليومية، بتمشي زي كذا، بتشوفون قرد ينقز، بتشوفون عصفور يحط، ما في شيء تكرر، ما في شيء تكرر، كل الأشياء اللي تصير فيها تحس كأنها فعلا حاجة طبيعية. مو بس كذا، الغابة مكان كبير جدا وفي أماكن تتسلقها أشجار، تتسلق تدخل تدور كهوف، أشياء كثيرة جدا في الغابة، يعني فعلا بيعطيك إحساس أنك قاعد تلعب لعبة صراع بقاء. الإضافات الجديدة، الحين وصلنا لأطول نقطة موجودة، وصراحة متحمس من بداية ما الفيديو سوي لكم إياه أني أتكلم عن هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء الجديدة اللي أضفها اللعبة وهي كثيرة جدا جدا جدا. خلونا نبدأ بواحدة واحدة. أول شيء في حاجة اسمها بارتر سيستم أو نظام المقايضة، بحيث أن لارا الحين صارت تقدر تروح تقايض أغراضها مع بياع، لما البياع هذا تروح تعطيه مثلا آيتم ويعطيك حاجة تستفيد منها، يا تكون ملابس، يا تكون طبعا ملابس دروع أو شيء زي كذا ملابس، وأيضا تكون أسلحة، وأيضا تكون أدوات بحيث أنك تقدر أنت تطور فيها نفسك أو تطور فيها أسلحتك. يعني المقايضة بيكون عنصر جدا مهم في اللعبة، مو بس تجمع الأشياء على الفاضي. وطبعا راح يكون في مقايضة للكنوز اللي أنت تجمعها في التوابيت أو نقول في القبور، فهذا شيء جدا بيفيدك في اللعبة. في أوبشن جديد أضافه في اللعبة اسمه Voice Over Immersion، معناته الانغمار بالتمثيل الصوتي. فكرته أنك لما تشغله راح يكون سكان مدينة بايتيتي يتكلمون بلغتهم الأم، بحيث أنهم يتكلمون لغتهم الأم وأنت طبعا يطلع ترجم عشان تفهم شو يقولون، لكن إذا طفيته راح يتكلمون نفس اللغة اللي أنت حاطها في اللعبة. إذا كانت عربي راح يتكلمون عربي، إذا كانت إنجليزي راح يتكلمون إنجليزي، ياباني ياباني وكذا. سكان مدينة بايتيتي ما هم مجرد ديكور، لا، هذول ناس عندهم مشاكلهم الخاصة، عندهم حياة يعيشونها، عشان كذا تقدر تأخذ كوستات تساعدهم فيها عن طريقهم واحد واحد. ومو بس كذا، بعض الكوستات تفيدك أنك يوديك مكان توم أو خلينا نقول قبر قريب أو معبد قريب، فهذا أشياء تفيدك أيضا في اللعبة إذا تبي تطور لارا وتخليها أقوى. ومو بس كذا، القصة يعني كل شخصية من شخصياتهم أو خلينا نقول كل واحدة من الكوستات حقتهم فيها قصة خاصة فيهم، فتستمتع كثيرة من ناحية القصة ومن ناحية اللعب. والإضافة اللي بتكلم عنها الحين واحدة من أكثر الإضافات اللي عجبتني في اللعبة وحمستني ألعبها أكثر صراحة. في ألعاب توم برايدر في نوعين من الأشياء، الأماكن اللي تدخلهم وتستكشف فيهم، في عندكم كريبتس اللي هو السرداب، يعني يعتبر مكان صغير ما هو كبير تستكشف فيه وتطلع فيه كنوز، وفي تومز اللي هي أجمل شيء في اللعبة كان موجود. التومز كبير جدا كان في الأجزاء اللي قبل، الكريبت كان حاجة صغيرة، الحين صار الكريبت بحجم التومز في الألعاب اللي قبل، والتومز صارت بحجم مرحلة كاملة، يعني التومز صار فيها مراحل كثيرة، صار فيها تشيك بوينت داخلها، صار فيها أشياء أكثر، في استكشافات أكثر، يعني التومز راح تعبكم كثير في اللعبة هذه، فاللي بيحب يستكشف بيستمتع أكثر. والكريبتس اللي كانت صغيرة صارت بحجم التومز موجودة في الأجزاء اللي قبل، هذه إضافة جدا ممتازة، والكل عشاق توم برايدر بيفهم أنا إيش قصدي، توم برايدر بيفهم أنا إيش قصدي. وإضافة ثانية أيضا في اللعبة اللي هي الحين صار تقدر تستكشف تحت الماي، أول كان بس تحت الماي إنك يوديك من نقطة ألف لنقطة باء، الحين لا، صارت في تومز تحت الماي، كريبس تحت الماي، سراديب تحت الماي، استكشاف تحت الماي. وطبعا المطورين ما يخلونك لحالك، قالوا لك حبيبي تبي اوكي تبي تحت الماي نخليك تسبح، خلاص مو مشكله، بس تحمل اللي يجيك. ليش؟ لان الحين لارا طبعا اذا كانت تحت الماي تبي تتنفس راح تحتاج تدور الى فقاقيع اكسجين، هذه راح تلقاها تحت الصخور. مو بس كذا، راح يكون ايضا في انواع من السمك اللي يهاجمك، زي عندكم الحية البحر الإيلز، وعندكم البيرانا فيش، يعني هالمرة الاستكشاف تحت الماي راح يكون جزء أساسي جدا في اللعبة. وأيضا صار حين تقدر لارا أنها خلينا نقول ترفع مستوى التنفس تحت الماي عندها، أو إمساك النفس تحت الماي. ما أدري إذا كانت في حاجات ثانية تقدر ترفع مستواها في اللعبة، لكن الشيء المعروف ومتأكدين منه المطور قالوا أن تقدر ترفع مستوى التنفس عندك تحت الماي، فبتصير تستكشف كهوف أبعد وخلينا نقول سراديب أكثر. سبق قلتكم بالفيديو ان عنصر السنيكينج او عنصر الستيلث او عنصر التلصص صار جدا جزء مهم في اللعبة، ومو بس كذا، اللعبة ايضا بتساعدك بهذا الشيء، بحيث انه راح يكون في الجدران زي الحشيش الموس اللي يكون معلق في الجدران، هذا لارا تقدر تتخبى فيه وتطلع تذبح احد ترجع تخبى مرة ثانية فما حد بيدري عنها. وايضا لارا صارت تستخدم الحين الطين، لما تستخدم الطين على وجهها وعلى جسمها العدو ما راح يشوفها كويس اذا كانت مكان زي الطين متخبية، فالعدو الحين ايضا صار اكثر ذكاء وايضا صار يتصرف كانه انسان حقيقي، بحيث اذا في عدو صادق شافك مو خلاص شافك انسى، يعني ما تقدر تهرب منه، لا، الحين صار تقدر
ابعد عنه واهرب وتخبى، وهو اصلا بيفقد الامل بدورك، ما راح يلقاك ويبعد عنك. فهذا جدا عنصر مهم في الاستكشاف او هنقول في التخفي. وحاجه ثانيه ايضا اضافه جديده وحاجه فهمناها، ان لارا راح تتعلم اشياء كثيره من الحيوانات في الغابه. مثلا سالفه بتتعلم من حيوان الفهد انه كيف تهجم على العدو وتقتله بسرعه، يعني تهجم عليه تقتله وتعلقه تشنقه او حاجه زي كذا. فهذه هل بنشوف حيوانات ثانيه لارا تتعلم منهم؟ مثلا غوريلا تتعلم منها، يتعلم منها شيء حاجه ثقيله ما ندري، بس هذه اضافه جدا ممتازه انه يوريك لارا قاعده تتعلم من الاشياء اللي حواليها، وهذا يخليها امراه اقوى من قبل وتقدر تعتمد على نفسها. والان نوصل الى ختام رحلتنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. عطونا رايكم اللي شفتوه، ايش الاشياء اكثر شيء متحمسين من الاضافات الجديده اللي في اللعبه. انا قلت لكم صراحه وانا قاعد اتكلم ايش الاشياء اللي حمستني، اللي هي التومز والكريبت صارت اكبر الحين. وايضا اضافه حلوه انه صار عندك استكشاف تحت الماي، فهذا بيفتح لك افاق جديده وابعاد كثيره. راح تحاول تستكشف كل مكان في اللعبه وهذا شيء جدا ممتاز. لعبه شادو اوف ذا توم ريدر راح تنزل في تاريخ سبتمبر 14، يعني ما باقي لها شيء. وايضا راح يكون فيها لغه عربيه كامله من قوائم، وايضا تمثيل صوتي ببطولة ملكة جمال لبنان نادين نجم. يعطيك معي في المتابعة، كما معكم فهد شيحة، مع السلامة.